موسيماني بعد اللقاء اتكلم مع بيرستاو ومع ميكسوني وقال لهم النهاردة الأمور ما كانتش في أفضل حال، ولكن قال لهم نفس الكلام بتاع المباراة الأولى، لو أنتوا مش جاهزين بنسبة 100% لازم تعرفوا أنكم تلعبوا في النادي الأهلي وفي ضغوط شديدة جدا، واللي موجود على دكة البدلاء هما لعيبة كبار جدا جدا جدا، ودي الفكرة اللي بقت عند كل لاعبي النادي الأهلي، عند كل لاعبي النادي الأهلي. ولكن موسيماني عنده توقع شديد على تألق بيرستاو، وده اللي بيراهن عليه في مباراة القمة. موسيماني بيراهن على بيرستاو في مباراة القمة، لأن الراجل ده عنده طريقة فكر بتناسب طريقة فكر موسيماني بشكل كبير. حاسس كمان ان في رسائل كتيرة جدا متبادلة ما بين موسيماني وكارتيرون. يقول لك دايما مباراة القمة في 90 دقيقة جوه الملعب واربع خمس ست ايام بره الملعب مع المديرين الفنيين. كارتيرون امبارح عمل لموسيماني واحدة كده في البعيدة. واحدة كده في البعيدة، عارفينها دي اللي هي الواو دي، هي كده. عمل له واحدة، قال له انت جايب صفقات كتيرة بفلوس كتيرة، ما ينفعش ان انت ما تاخدش الدوري. ما ينفعش ان انت ما تاخدش الدوري. طيب موسيماني يقعد يتفرج؟ لا، موسيماني قام عامل له واحده تانيه في البعيده بقى الناحيه التانيه، عايز يقول له انا امتلك ورق كتير جدا، مش هتقدر تقرا افكاري ولا هتقدر تغمض عينيك، ما تجهدش نفسك. ده موسيماني بيقول لكارتيرون. موسيماني بيقول لكارتيرون ما تجهدش نفسك، ما تقولش حطها من النص كده عشان مش هتعرف، هقفل لك الملعب من ورا، عندي 11 بره و11 جوه، عندي اللعيبه كلها زي بعض، عندي اللعيبه كلها زي بعض. كارتيرون هيسكت؟ هيقول له لا ما تقلقش، انا بقى بتاع تثبيت الفريق، انا بتاع تثبيت الفريق، انا بعمل روتيشن في اضيق الحدود، عندي ازمه في القيد بس ما تشغلش بالك، عندي افضل قوام فريق في مصر، وعندي لعيبه على مستوى عالي، وعندي بطل الدوري، ويوم الجمعة هنتقابل. ادي كارتيرون وادي موسيماني اللي بيخوض اللقاء ده، وبقولها بالفم المليان، محدش يقول لي بقى يا عم سيف على مسافة واحدة من الجميع اصل انتماءاتك، لا، انا بقولها بارقام وحسابات وواقع. الاهلي والزمالك يخوضوا هذا اللقاء وهما 50-50، الاثنين على مسافة واحدة من المكسب، الاثنين على مسافة واحدة من المكسب. الاهلي جاهز؟ جاهز. الزمالك جاهز؟ جاهز. كارتيرون عنده المقاومات، وموسيماني حدث ولا حرج. مين اللي هيخبط الماتش ولا هيطلع تعادل؟ حبايب يا عالم، في كرة القدم كل حاجة موجودة، ولكن في النهاية 90 دقيقة هنتكلم كتير، وبعد 90 دقيقة هو مباراة في طي النسيان، ونشوف بعد كده الدنيا عاملة ازاي. موسيماني في رسالته النهاردة بيكلم مين؟ بيكلم كارتيرون، بيقول لي عندي بدل اللعيب 3 و4 و6 و8 وتغيير. الأم من قفشة؟ عمار ما تقلقش، فيش مشكلة خالص. عبد القادر، ميكسوني، بيرستاو، محمد شريف، فيش مشكلة خالص. هو شريف يقعد؟ ما يقعدش، بس موسيماني قعده علشان يدي فرصة عشان ينزله. تعالوا نشوف قال ايه. الحمد لله. وبيسأل المنافسة المملوك الصفقات الجديدة، ونحن المنافسة هتبقى محمودة ولا فيها مشكلة بالنسبة للفريق؟ فهو بيقول لك منافسة كويسة جدا، شفت تاو جاب جونين وشريف ما لعبش الماتش قوي، نزل الماتش جاب جون، ده اللي أنا عايزه. أنت ما بتحبش حاجة زي كده، إن يكون عندك لعيبة كتير متاحة؟ كومبيتيشن، منافسة ما بينهم. محمد شريف جاب لي 26 جون الموسم اللي فات وحطيته على الدكة. اوكي 26 جولز، 26 جون جابهم الموسم اللي فات وقعدته على الدكة. اوكي وكان قاعد على الدكة. موسيماني النهارده قال جمله مهمه جدا لاحمد الخولي، وهي دي الاساس بالنسبه لنا، واللي بتكلم عليها بقالي حوالي سنه، ما بقولش غيرها، بقول موسيماني مدير فني عادل. هو النهارده قال كده، قال لاحمد الخولي انا واعد كل اللعيبه انها هتلعب، وفعلا مع موسيماني كل اللعيبه هتلعب. ايدوا الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، موسيماني قال لكل اللعيبه انها هتلعب. كهربا قبل المباراه دي، هقول لكم بقى شويه كواليس، اتكلم مع موسيماني وقال له انا عايز العب، انا عايز فرصه. هو وعده ان هو يديله الفرصه،
ولكن قال له هتاخد الفرصة في التوقيت اللي أنا شايف إن هو ده الأنسب إن أنت تاخد الفرصة فيه. كهربا هيبتدي يخش تشكيلة النادي الأهلي أو هيبتدي ياخد فرصة بعد مباراة الزمالك القادمة. ده الحديث دلوقتي ما بين موسيماني وما بين كهربا موسيماني اتكلم مع عمار حمدي وقال له هديك الفرصة على أجزاء، امسك في الفرصة اللي تجيلك. على فكرة موسيماني بيراهن على عمار حمدي على مسؤوليتي الشخصية. واحد يقول لي بيراهن على حساب مين؟ أفشة؟ ممكن تلاقي أفشة وعمار حمدي الاثنين في الملعب، ممكن تلاقي أفشة وعمار حمدي الاثنين في الملعب، ولكن عبد القادر وعمار حمدي من اللعيبة اللي موسيماني مدورهم في دماغه بشكل كبير. حتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي علي لطفي هو حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة القمة، ده قرار موسيماني. حتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي علي لطفي هو حارس مرمى الأهلي في مباراة القمة. هياخد إمتى موسيماني القرار؟ الثلاثة أو الأربع، إما يتأكد بجاهزية محمد الشناوي بنسبة 100%، وممكن يكون الأقرب بالنسبة له برضو علي لطفي. دي وجهة نظره، لأن مش عايز يرجع محمد الشناوي غير وهو جاهز بنسبة 100%.